هذه الحشود العسكرية المصرية الآن مرابطة على حدود غزة بعديدها وعتادها الميداني الكامل وأسلحتها الثقيلة. ولأن الأمر هذه المرة ليس ككل مرة، حضر رئيس الأركان المصري فجال على طول حدود يبدو أنها تنتظر الرصاصة الأولى، وراقب بالمنظار كل ما يدب على الجهة الأخرى من الحدود. فهناك على بعد بضعة كيلومترات يقف جنود جيش إسرائيل كمحتلين قدامى متجددين لمحور فيلادلفيا الذي بات قاب قوسين من إشعال فتيل حرب بين مصر وإسرائيل. فنتنياهو خرج على رؤوس الأشهاد واستفز مصر وقال بصريح العبارة: جيش إسرائيل باق هنا ولن يتحرك من محور فيلادلفيا الذي من خلاله تسمح مصر بضخ السلاح لحماس من أجل قتال إسرائيل. حينها علمت القاهرة أن أي رد دبلوماسي لن ينفع مع شخص مثل نتنياهو، فلم تكتفي بالقول إنها لن تسمح له بإقحامها للتغطية على فشله بتحقيق أهداف وارتكابه إبادة جماعية، ولا باستعراض قوات جيشها المرابط المتحفز على الحدود، ولا بكلمات رئيس أركان حربها أحمد خليفة حين أكد أن المهمة الرئيسية للجيش المستنفر هنا الحفاظ على حدود الدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، بل تعد الأمر لتحذير مصري غير مسبوق لإسرائيل بأن الصبر على نتنياهو اقترب على النفاد تماماً. بعد أن جمع وزراءه ليطرح عليهم خطة البقاء في محور فيلادلفيا واحتلاله للأبد، وهو ما حدا بوزرائه تحويل الاجتماع إلى جلسة عاصفة صرخ بوجهه فيها: أن توقف، فلقد تجاوزت الخطوط الحمر لمصر، وبعد هذا لن يكون هناك أسرى ولا وقف حرب، بل سيكون هناك حرب مع مصر التي نحاول تجنبها منذ عقود. ولأن الإدارة الأمريكية تعلم يقيناً بأن الحل بالنسبة لمصر من دون محور فيلادلفيا الذي بات الخط الأحمر للأمن القومي المصري، بدأت الأنباء تتواتر عن مخطط أمريكي سينفذ على مراحل، ويبدو أنه كفيل بأن يسقط نتنياهو مخشياً عليه إذا تحقق. والخطوة الأولى في هذا المخطط طرح بايدن مقترحاً للتوصل إلى صفقة بين حماس وإسرائيل سيشمل انسحاباً إسرائيلياً من محور فيلادلفيا. وستطلق الإدارة الأمريكية على الخطوط العريضة لمقترح بايدن اسم المقترح الأخير، وتقوم هذه الخطوط على الانسحاب الفوري دون نقاش من فيلادلفيا غرب معبر رفح، من أجل إرضاء مصر أولاً ومن أجل فرض تبادل الأسرى مع حماس. إلا أن الأمر لن يطرح على الإسرائيليين قبل أن يقدم الأمريكيون المقترح لموافقة الوسطاء وحماس، والمقصود بالوسطاء هنا بالطبع مصر دون غيرها، بعد أن بدأت ترى بأن نتنياهو ليس مهتماً بإعادة أي محتجز، بل كل ما يريده هو إطالة أمد الحرب حذر سقوط حكومته على أمل فوز ترامب بانتخابات أمريكا، ما سيعطيه دفعة جديدة للإمعان بحرب إبادة كبرى غير مسبوقة ضد الفلسطينيين. وهو الموقف المصري الذي لاقى دعما عربيا كبيرا بعد تصريحات نتنياهو المعادية لمصر. ومن بين هذه الدول الإمارات والسعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والأردن والعراق، كما أصدرت جامعة الدول العربية بيانا تدعم فيه مصر ضد إسرائيل. وفي وقت يدور كل هذا، بدأت أمريكا تفهم مآرب نتنياهو الذي ينتظر وصول ترامب، بحيث يساعد على الإطاحة بالديمقراطيين، أي خليفة بايدن كامالا هاريس. والأمر ببساطة لأن الأمريكيين سيقولون إن بايدن وإدارته فشلوا بإعادة المحتجزين الأمريكيين، ولذلك فإن الخطوة الثانية من إدارة بايدن ستكون بمنزلة صاعقة لنتنياهو، الذي إن بقي متعنتا فيما يخص عدم الانسحاب من فيلادلفيا، فإن إدارة بايدن وفقا لشبكة NBC الأمريكية تعتزم الذهاب إلى صفقة منفردة مع حماس لإطلاق سراح الأمريكيين فقط، بما يدعم حظوظ هاريس بالفوز بالانتخابات ويفشل مساعي نتنياهو للإطاحة بها. ومن أجل هذا بدأ مسؤولون أمريكيون نقاشاً مع عائلات المحتجزين الأمريكيين لدى حماس للنظر في إبرام صفقة أحادية الجانب مع الحركة لتأمين إطلاق سراحهم، حتى أن الأمر وصل إلى أن الإدارة الأمريكية أعدت وحضرت قائمة بأسماء السجناء الذين تحتجزهم الولايات المتحدة والذين قد يثير إطلاق سراحهم اهتمام حماس.
ورغم أن الإدارة الأمريكية ما زالت تضع خيار صفقة تشمل إسرائيل خياراً أولاً، إلا أنها قد تذهب للصفقة الأحادية حال اقتضى الأمر، خاصة وأنه لا يزال 4 أمريكيين محتجزين لدى حماس، وتعتقد الولايات المتحدة أنهم على قيد الحياة، في حين تسعى الإدارة الأمريكية إلى استعادة رفات 3 آخرين يعتقد أنهم لقوا حتفهم، وهو أمر سعت إليه واشنطن قبل حوالي 6 أشهر عندما أجرت اتصالات أولية مع حماس من خلال مسؤولين قطريين لاستكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق أحادي الجانب مع تعمد نتنياهو منذ ذلك الحين عرقلة المفاوضات. وهنا قد يقول قائل إن التوصل إلى اتفاق أحادي الجانب مع حماس غير واقعي، والأمر ببساطة لأن الولايات المتحدة ليس لديها ما يكفي لتقديمه مقابل المحتجزين الأمريكيين، فلو كانت تستطيع الفرض على نتنياهو الانسحاب من محور فيلادلفيا لفعلت وانتهى الأمر بصفقة بين حماس وإسرائيل تشمل تبادل كل الأسرى، كما أن ما تريده حماس شيئين لا يمكن إلا لإسرائيل تقديمهما، وهما وقف إطلاق النار وإطلاق سراح نحو 1000 أسير فلسطيني محتجزين حاليا في السجون الإسرائيلية. وبالطبع هو كلام فيه كثير المنطق، ولهذا جاء الرد على لسان مصادر أمريكية مسؤولة إن لدى الولايات المتحدة الكثير مما قد يغري حماس، ومن بينها رفع الحماية المطلقة عن نتنياهو الذي قد يسقط بفعل ضغط شعبي جارف، كما أن حماس قد يكون لديها حافز لإبرام صفقة أحادية الجانب مع واشنطن، لأن ذلك قد يزيد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يضيف ضغوطا سياسية داخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أما الأهم، القائمة الأمريكية للسجناء المحتملين الذين قد تكون حماس مهتمة بإطلاق سراحهم، وهم 5 من قادة مؤسسة خيرية مقرها تكساس وتسمى مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية، حيث أدين هؤلاء 5 في عام 2008 بتقديم أكثر من 12 مليون دولار لحماس. وحتى اللحظة رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تعلن جهارا نهارا أنها قد تذهب نحو صفقة منفردة مع حماس، إلا أن كل شيء يشي أن أحدا ما عاد يطيق بنيامين نتنياهو حتى معظم الإسرائيليين، وبأن أمريكا باتت صاحبة مصلحة كبرى بسقوطه. أما مصالح مصر فواضحة، وهي استعادة محور فيلادلفيا حربا أو سلما، بينما ينتظر الفلسطينيون أن تتحقق مصالح الجميع على إسرائيل تتوقف عن قتلهم حتى حين.